وصلنا مع حضراتكم لجولتنا اليومية في بلاط صاحبة الجلالة واستعراض أبرز عناوين الصحف مع ضيفنا في الاستوديو. بيشرفنا الكاتب الصحفي الأستاذ جمال رائف. صباح الخير على حضرتك ومنورنا دايما في هذا الصباح. صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. استاذن حضرتك، هنستعرض أبرز العناوين سريعا ونرجع مرة تانية نناقشها مع حضرتك. نبدأ جولتنا خلال فقرتنا من جريدة الوطن وعنوان دعم رئاسي لتشجيع شركات الاتصالات الناشئة على التوسع. إزاي حضرتك بتتابع هذا الحرص والاهتمام من الدولة فيما يتعلق بقطاع الاتصالات بالتأكيد وكذلك أيضا الشركات الناشئة؟ يمكن بالتأكيد القطاعين لهم أو لديهم ترابط كبير، وفي الحقيقة أن الدولة المصرية في الحقيقة أنجزت الكثير والكثير على صعيد البنية التكنولوجية والبنية الرقمية منذ عام 2014 حتى الوقت الراهن، وربطت ده بمجالات أخرى زي ريادة الأعمال. عشان كده بنجد الآن فرص ومجالات متاحة أمام الشباب المصري، وده يمكن أيضا من ضمن التمكين الاقتصادي للشباب المصري، فكرة إتاحة بنية تكنولوجية وبنية رقمية وبنية أيضا تشريعية وتسهيلات في مجال التمويل لدعم هذه المشروعات الرائدة والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. عشان كده حتى وجدنا اجتماعات مع السيد ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وما بين المسؤولين في قطاعات الاتصالات وأيضا الأمور الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وأيضا المشروعات المتوسطة. وبالتالي احنا نتحدث عن ترابط وتكامل في عمل الدولة لدعم هذا القطاع، سواء فيما يتعلق بالاتصالات وتقديم الخدمات بجودة عالية، لأن الهدف هنا هو يعني إزاحة بقى البيروقراطية والروتين واستبدال هذه البيروقراطية بأدوات كل ما هو أفضل في كل شيء. بالضبط، عشان كده بنتكلم على منصة مصر الرقمية بتقدم أكثر من 160 خدمة رقمية، بنتكلم على أكثر من 6.5 مليون مواطن بالفعل سجلوا على هذه المنصة الرقمية، وده رقم مهم للغاية في هذا الوقت القصير، وده بيؤكد أن المواطن المصري لديه أيضا ثقة في هذه البنية التكنولوجية الحديثة. وكلنا الآن بنشوف إزاي ممكن تخش عبر هذه المنصة وتقوم بإجراء الكثير من الخدمات الحكومية. أيضا على صعيد بقى المشروعات الخاصة بريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، أنا أعتقد أن الدولة المصرية بتراهن على قدرة وإمكانيات الشباب المصري في استغلال هذه البنية التكنولوجية وفكرة الرقمنة والشمول المالي وغيرها من أدوات تكنولوجية أتاحتها الدولة المصرية، مع أيضا توافر الآن مراكز الإبداع الخاصة بالتدريب في محافظات الدولة المصرية لإتاحة المزيد من الفرص أمام الشباب في هذا القطاع. صحيح. أستاذ جمال، حضرتك سبقتنا للعنوان التالي، هو في نفس السياق. من اليوم السابع بنقرأ عنوان الرئيس السيسي يتابع تنفيذ مبادرة مصر الرقمية ويوجه بتنمية قطاع الاتصالات، وعنوان آخر من جريدة الأخبار الرئيس السيسي يتابع تطورات مشروع الشبكة الموحدة ومبادرة مصر الرقمية. فهنا نيجي لهذا التطور اللي بيشهده قطاع الاتصالات، وزي ما حضرتك كنت بتقول انعكاسه على قطاعات أخرى أو مجالات أخرى. بالتأكيد، يمكن زي ما كنا بنتكلم قطاع الاتصالات شهد طفرة كبيرة جدا، ربما طفرة غير مسبوقة. بنتكلم حتى على صعيد إطلاق أقمار صناعية خاصة بالاتصالات، بنتكلم على القمر الصناعي طيبة، وبنتكلم أيضا على إيجاد بنية تكنولوجية الآن متداخلة في كافة مناحي الحياة. برضو زي ما كنا بنتكلم الآن نتحدث عن حتى أداء حكومي متطور مش على الصعيد المكاني في العاصمة الإدارية، ولكن حتى على صعيد التكنولوجي وتقديم الخدمات إلكترونيا. وبالتالي البنية التكنولوجية الآن المصرية أصبحت ذات جودة عالية، وبالتالي ده بيسهل على المواطن فيما يتعلق باستقبال وتقديم الخدمات، وأيضا بيسهل أيضا أو بيساهم في تقليل
التعامل ما بين الموظف وما بين المواطن بالتأكيد في أهداف الاستثمار هو هدف ويخدم أهداف أخرى بالتأكيد. وبالتالي احنا نتكلم على مساحات الآن عمل كبيرة جدا في هذا القطاع، سواء فيما يتعلق طبعا بشبكات المحمول، توسيع نطاقات الإنترنت، حتى بنشوف حياة كريمة وهي تدخل في القرى وفي النجوع أيضا بتدخل في ضمن هذه المشروعات الخاصة بإيجاد الإنترنت وخدمات تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا، وبالتالي أيضا التوسع على نطاق يعني الجمهورية ومختلف محافظات الجمهورية وصولا حتى للقرى والنجوع. هذا أمر مهم للغاية، وبيؤكد أن الدولة المصرية تؤسس بنية تكنولوجية أيضا تحقق المردود منها على صعيد التنمية الشاملة، لأن التنمية الآن المستدامة أصبحت أحد ركائزها هي توفير بنية تكنولوجية. وبالتالي نحن نتحدث عن سواء أقمار صناعية طبعا ما يتعلق بالتوسع في خدمات الإنترنت والإنترنت فائق السرعة، بنتكلم أيضا على تقديم المراكز أو توافر مراكز الخدمات الحكومية الإلكترونية، شبكة مصر الرقمية وغيرها وغيرها من أدوات الآن أصبحت متاحة لتوفير هذه البنية الرقمية. وبالتالي نحن نتحدث عن شمول مالي، رقمنة، أيضا استفادة وكمان واستثمار للكوادر البشرية بالتأكيد. ويمكن ده متصل بهذه النقطة وهو عنواننا القادم، نكمل جولتنا من اليوم السابع، وعنوان الجمهورية الجديدة ترفع شعار حوافز مطلقة لأصحاب الأفكار الإنتاجية، وهذا الاهتمام من الدولة بتشجيع الشباب وأفكار الشباب في مختلف المجالات. يمكن بالتأكيد تحفيز الشباب المصري على الانخراط في مجالات عمل جديدة وتحفيز فكرة ريادة الأعمال. يمكن هذا المجال الخاص بريادة الأعمال ارتفعت استثماراته في الحقيقة، يعني في 2020 كنا بنتكلم على 190 مليون، الآن بنتعدى النصف مليار جنيه، وده بيؤكد أن الدولة المصرية بالفعل استطاعت أن تنجح في تحفيز الشباب المصري في اقتحام هذه المجالات، خصوصا الدولة المصرية الآن تحتاج إلى هذه الأفكار الإبداعية في مجالات التصنيع وفي مجالات التكنولوجيا وفي مجال حتى الريادة في مجالات الزراعة وغيرها من المجالات. وبالتالي التحفيز الذي تقوم به الدولة المصرية من خلال إيجاد بنية تشريعية، من خلال قانون خاص بهذه المشروعات، أو من خلال المؤسسات التمويلية وإيجاد حوافز مالية لهذه المشروعات، أو أيضا من خلال تحفيز القيادة السياسية المصرية للشباب للاقتحام أو اقتحام هذه المجالات، كلها الآن بالأرقام بتؤكد أن الدولة المصرية استطاعت بالفعل أن تنجح في إيجاد مشروعات لريادة الأعمال، خصوصا نحن لدينا أيضا بنية من أو إرث من الحرف التراثية والمشغولات اليدوية أيضا بتدخل الآن ضمن هذه القطاعات. عشان كده بنجد الدولة المصرية مهتمة بدعم المشروعات المتناهية الصغر، خصوصا على صعيد المرأة وعلى صعيد الشباب، وبالتالي كلها مجالات عمل وكلها حوافز أتيحت الآن أمام الشباب المصري، سواء كانت هذه الحوافز سواء التي يضمنها القانون الخاص بهذا الأمر أو الحوافز الضريبية أو الغير ضريبية، مع إيجاد أيضا التسهيلات التمويلية. أنا أعتقد أن الشباب المصري الآن أمامه تمكين اقتصادي جديد بيتيح له أيضا فرص عمل وتشغيل حتى خارج الإطار النمطي المتعلق بالتوظيف التقليدي. ننتقل لما حضرتك أستاذ جمال لحياة كريمة وجريدة الوطن، نقرأ منها عنوان حياة كريمة توفير 1000 كرسي متحرك لذوي الهمم ومواد غذائية للأكثر احتياجا. عنوان آخر من اليوم السابع، حياة كريمة تطلق مبادرة خطى لتوفير 1000 كرسي متحرك لذوي الهمم بالمحافظات. هذه الجهود للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لا تقتصر على شيء واحد في الحياة، هنا تصل إلى ذوي الهمم وتوفر لهم ما يعينهم على الحياة. زي حضرتك بتتابع هذا الجهد ويعني الحرص على تحسين جودة حياة المواطن بكافة الأشكال. يمكن ده تطور ملحوظ في مبادرة حياة كريمة التي بدأت لتجد بنية تحتية وحياة كريمة للمواطن المصري على صعيد توفير الخدمات الصحية والتعليمية والمياه الشرب والصرف وغيرها من خدمات أساسية، ولكن أيضا حياة كريمة طورت من أدائها خلال تواجدها في الشارع المصري وفي القرى المصرية، وذهبت لصناعة بعض المبادرات أعتقد أن هي مهمة للغاية لتحقق أهداف قصيرة المدى. يمكن مبادرة حياة كريمة هدفها الأساسي هو تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف طويلة المدى، ولكن أيضا بالتزامن وبالتوازي ذهبت مبادرة حياة كريمة لإيجاد مبادرات سواء صحية سواء حتى على صعيد المساعدات العينية وأيضا حتى في بعض الكوارث الطبيعية، وجدنا حتى مبادرة حياة كريمة موجودة. وبالتالي أنا أعتقد أن مثل هذه المبادرات الصحية والتي تقدم الإعانات السريعة والعاجلة أيضا مهمة للغاية وإضافة قوية لمبادرة حياة كريمة التي هي مستمرة في العمل، وتؤكد أن الدولة المصرية حتى في ظل هذه المتغيرات الدولية التي تؤثر على كل دول العالم اقتصاديا، مصر ما زالت تؤمن أن المواطن المصري لديه الحق في حياة كريمة، وبالتالي الدولة مستمرة في دعم هذه المبادرة بكل قوة وبكل إمكانياتها. وهنا
يعني المعنى الحقيقي لتكاتف كافة مؤسسات الدولة مع المجتمع المدني، مع المتطوعين، مع كافة أركان الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لأكثر من 60 مليون مواطن حتى مع وجود صحيح. هذا الظرف العالمي الاقتصادي الصعب. صحيح. مشاهدي هذا الصباح نقرأ لحضراتكم هذا الخبر، حيث أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات العمل بشكل متواصل لاستكمال الاستعدادات اللوجستية لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الهيئة برئاسة المستشار وليد حمزة في إطار عملها لاستكمال الاستعدادات اللوجستية اللازمة والترتيبات الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة. ذكرت الهيئة في بيان لها أنه جرى خلال الاجتماع استعراض نماذج المحررات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشوفها منذ بداية الاقتراع وحتى نهايته، وتسلسل الإجراءات الخاصة بكل منها سواء المحاضر داخل لجان الاقتراع الفرعية أو العامة، وكذا بداخل الهيئة الوطنية للانتخابات. وناقش أعضاء مجلس إدارة الهيئة مسألة الحبر الفسفوري الذي سيستخدم خلال العملية الانتخابية، من حيث الكميات المطلوب توفيرها منه وأهم المواصفات الفنية الواجب توفرها فيه باعتباره من بين الضمانات المتعددة لسلامة عملية الاقتراع، إلى جانب ضرورة الالتزام الكامل بالشروط الصحية لكافة مكوناته. كما استكمل المجلس مناقشاته في شأن القرارات المنظمة الواجب إصدارها أو تفعيلها استعدادا للاستحقاق الانتخابي المقبل، وكذا التصورات الخاصة بالجدول الزمني للانتخابات في ضوء أحكام الدستور والمواقيت التي حددها في هذا الشأن. مشاهدي هذا الصباح مستكملين مع حضراتكم فقرتنا الخاصة بعناوين الصحافة. كنا بنتكلم أستاذ جمال عن حياة كريمة والدعم الذي يقدم لذوي الهمم. دلوقتي احنا عندنا عنوان متصل بالدعم أيضا ولكن للمزارعين، نروح لجريدة الدستور وعنوان دعم غير مسبوق للمزارعين في الشرقية، قروض ميسرة وتقاوي. زي حضرتك بقى بتشوف هذه النشاطات المتنوعة اللي بتقوم بها مبادرة حياة كريمة، يمكن كنا بنتكلم في الخبر الماضي أنها بتسهل على المواطنين بكافة الأشكال. يمكن دعم المزارعين في هذا التوقيت في الحقيقة مهم للغاية، والدولة الآن بترتكز على المزارع المصري لدعم الأمن الغذائي المصري، وخاصة في ظل زي ما كنا بنتكلم هذه المتغيرات الدولية اللي بتأثر على كل اقتصادات دول العالم وعلى الأمن الغذائي العالمي. وبالتالي الدولة المصرية في الحقيقة حدثت طفرة كبيرة جدا في مجال الزراعة والأمن الغذائي، سواء من خلال توفير طبعا بنيه زراعيه جديده، بنتكلم على 3 مليون فدان، بنتكلم على مشروعات للاسمده، الصوب الزراعيه، مشروعات الري، تبطين الترع وغيرها من مشروعات في هذا المجال. ايضا الدوله المصريه وهي بتنشئ هذه البنيه التحتيه الزراعيه ايضا بترتكز على العنصر البشري بشكل كبير جدا، سواء من خلال توفير كارت الفلاح، سواء من خلال دعمه يعني تمويليا وغيرها من ادوات دعم المزارع المصري. وبالتالي الاستمرار في تنمية الكوادر البشرية في هذا القطاع أمر مهم للغاية، وده بيأكد أن الدولة المصرية في يعني اهتمامها وفي صلب تحديثها لكافة منظومات العمل داخل الدولة المصرية هو المواطن المصري، الإنسان المصري، العامل البشري، لأن في الآخر المواطن هو الثروة الحقيقية لهذا الوطن. وبالتالي بنجد بالتوازي كما تنمي الدولة المصرية مثلا البنية التحتية في أي قطاع، أيضا بتسعى لتنمية الكوادر البشرية ودعمهم وتوفير أيضا التسهيلات اللازمة. وبالتالي تواصل هذا العمل أعتقد أنه هو أيضا بينطبع على تطور الأداء الزراعي المصري، وده في الحقيقة بالأرقام الآن بنشوف نتائجه حتى على الاقتصاد الداخلي المصري، بنتكلم على أكثر من 4 مليار دولار الآن حجم صادرات مصر من الخضروات والفواكه، وده رقم لم يكن يحدث من قبل. وبالتالي كل هذا الدعم وكل هذه التسهيلات أكيد انطبعت أيضا على هذه الأرقام المهمة التي دخلت إلى حافظة الاقتصاد المصري. يعني أستاذ جمال الجديد في كل المجالات سواء صحة سواء اتصالات زي ما حضرتك بتتكلم زراعة، ولدينا أيضا عنوان من جريدة الأخبار قوافل طبية من التحالف الوطني للمحافظات، أهمية هذه القوافل ووصولها لكل ما من يحتاجها، أو حتى لو الشخص في محافظة من المحافظات في هذه القرى لا يحتاج لخدمة صحية، هو بصحة كويسة، ولكن الكشف والوصول والمتابعة والتوعية زي حضرتك بتشوف أهميته. يمكن القوافل الطبية مهمة للغاية،
وفكره ايجاد مبادرات رئاسيه للصحه او قوافل طبيه طبعا من خلال التحالف الوطني او من خلال مبادره حياه كريمه، امر بيحقق اهداف في غايه الاهميه في هذا التوقيت. ليه؟ لان الدوله المصريه شغاله على تعزيز منظومتها الصحيه بشكل كبير جدا من خلال ايجاد منظومه تامين صحي شامل، تعزيز بقى بناء المستشفيات والمراكز الصحيه وايجاد مبادرات بتتزامن مع بعضها. انا بقى كنت عاوز اقول ايه، ان مع وجود هذه البنيه الصحيه لتحقيق الاهداف طويله المدى وتحقيق استقرار في المنظومه الصحيه، الدوله المصريه لم تنتظر ان تتوافر هذه المنظومه بشكلها الكامل، ولكن في نفس التوقيت وبالتوازي، لان المواطن المصري لم ينتظر كل هذه او لن ينتظر هذا الامر ليحدث. فكانت هناك بقى فكره المبادرات الرئاسيه للدخول لبعض الامراض المزمنه زي او مثلا بعض الفيروسات زي فيروس سي او غيرها من الامور، لايجاد خدمات صحية بشكل سريع وبشكل منجز تحقق الاستفادة القصوى للمواطن. بالتالي هنا عمل بالتوازي، الدولة المصرية بتحقق الأهداف الكبيرة، الأهداف المأمولة من المنظومة الصحية، سواء منظومة التأمين الصحي الشامل، بناء المستشفيات، المراكز الطبية، وبالتوازي هناك بقى مبادرات أنا أعتقد أن هي بتخش في الصميم، بتصل للمواطن بشكل سريع وبشكل منجز، بتحقق له الاستفادة القصوى. بنشوف مبادرات صحة المرأة، الأطفال، فيروس سي زي ما حضرتك بتقولي، الكشف المبكر على بعض الأمراض الأخرى. أنا أعتقد أيضا أن ده من أهم منجزات إيجاد التحالف الوطني. العلاج على نفقة الدولة غيرها الكثير، احنا بنتكلم على عشرات الآلاف من الحالات بتستفيد، أو ربما مئات الآلاف بتستفيد من هذه المبادرات، سواء 100 يوم صحة، كل الخدمات اللي بتقدم للمواطنين. وبالتأكيد أستاذ جمال للحديث بقية، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتنا في هذا الصباح الكاتب الصحفي الأستاذ جمال رائف.